الانفيتي دو ويكاند. رجع لكم مازلنا مواصلين معكم على اكسبريس اف ام حتى للتسعة. باش نحكيو توا على تظاهر اللي فوج الرياض سليمان للكشف التونسي. باش ناخذوا اكثر تفاصيل على ليفينمون هذا معنا ضيفتنا بالتليفون القايده نادره صفر. صباح النور قايده. صباح الخير، مرحبا. يعيشك بارك الله فيك. دونك نحكيو على تظاهر كما قلنا الفوج الرياضي بمناسبه مرور 11 عام على تاسيس الفوج هذايا في سليمان للكشافه التونسيه. والحاجة خلينا ناخذوا فكره على الفرع هذايا في سليمان. مرحبا بكم، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو على الاستضافة. احنا الفوج نتاعنا تأسس عام 2012 في جويليا 2012. أسسناه نحن مجموعة من سكان الحي، اتصلوا بيا وقالوا لي شقالك لو كان نعملوا فوجة في الحي نتاعنا خاطر حينا جديد. ومعناها مازالوا معناها ما فيهش حتى مرافق وكل شيء وحتى تنشيط ولا أي حاجة، معناها تهم الشباب والأطفال وكل. حبست الفكرة على الأخر أنا خاطرني قايدة قيمة في الكشافة، وأسسنا مع بعضنا الفوجة هذايا وانطلقت المسيرة مك النهار هذاك إلى يوم الناس هذا. الحمد لله الفوجة نتاعنا يتطور بشوية بشوية. عنا ذويك 11 سنة داخلين في العام 12. عنا جميع معناها الفئات العمرية، الوحدات الكل. ما عرفش كان عندكم فكرة على الكشافة انتوما ولا عنا فكرة جوست معناتها خلينا نزيدوا نتعرفوا معناتها قداش عندكم من من كشاف موجود معناتها والمراحل بالطبيعة اللي يمروا بها. نعرفوا اللي الكشافة عندها مبادئ تقوم عليها، عندها زادة اليوم هم برشا حتى للصغيرات انهم يكبروا معها الكشافة. اي اكزاكتومون، هي الكشافه معناها ليلى حمزه صلاح نقولوا لها هي اسلوب حياه. الكشافه فيها برشا مبادئ الحقيقه، الصغير والكبير. هي كمنظمه تطوعيه موجهه اساسا للفتيه والشباب والشباب، معناها بطبيعة فتيات وفتيان، لكن هي في الحقيقة موجهة للناس كليك، حتى الكبار ينجموا ينخرطوا فيها مهما كانت العمر. معناها ابتداء من 5 سنوات حتى إلى ما لا نهاية له. احنا كما فوجنا مثلا فيه الأشبال والزهارات ما بين 7 و11 سنة، فتيان وفتيات، كيف كشافة مرشدات من 12 حتى 16، والجوال ودليلات اللي هما الكبار من 17 حتى 22 23 سنة، وبعديك يحوليوا قادة ولا ينضموا للرواد والاحباء اللي هي كيف رابطه تبعتنا حتى هي تبع حتى كشافه تونسيه. كما احنا مثلا يجي ولي ولا حتى جد ولا جده باش شي قايد صغير ويعجبوا الجو نتاعنا ينخرطوا معنا. معناها الاعمار الكليكة موجوده. احنا كيف الفوج نتاعنا الحمد لله بدينا باللول بالاشبال والزهارات عام 2012، على خاطر قلت لك الفوج وقتها مازال جديد، مازال كيتاسس، وكبروا كالصغيرات ولاو كشافه مرشدات تويكا ولاو قاده معنا. فما شكون عدى قاده وكمل معناها التدريب نتاعو ولا قايد معنا. الكشافه تعلم برشا حاجات مزيانه، معناها ندعو انا معناها فرصه هذه باش ندعو الاولياء الكل يقيدوا ولادهم، خاطر تعلم برشا حاجات بالحق، مبادئ حلوه برشا. التطوع اللي هو ناقص برشا خاصه في تونس، نحن ديما عندك العقليه باش تقدم حاجه بمقابل معناها شنو تربحت كل. لا، هي برشا تعلمك التطوع، تعلمك المسؤوليه، النظام، الاعتماد على النفس، القيم النبيله الكل ليك والاخلاق اللي هما اساس الدين نتاعنا. تعمل برشا علاقات مع العبيد حتى في جميع العالم، على خاطر هي منظمه عالميه في نهايه المطاف كشافة، مش معناها كان في تونس كهو. العمل الجماعي والتشاركي، الانفتاح على الاخر، حب الوطن اللي احنا معناها محتاجينه برشا خاصه في وقتنا هذا في كل الاوقات، والقياده زاد. معناها الكشاف اليوم ان شاء الله باش يولي قائد الغد. المبادئ هذه كلها تحاولوا ديما نغرسوها في الصغيرات باش يكبروا بها، باش يكونوا مواطنين صالحين وينطلقوا في الحياه. معناها النجم مش بشرط هي يقعد معنا حياته كامله، احنا المسيره نتاعنا تنتهي حتى 17 سنة. كان حبي يولي قائد معنا مرحبا، يحب يكمل حياته عادي كيتربع في الكشاف باذن الله يكون مواطن صالح مسؤول، نجموا يعملوا عليه هو. وهذا هو الهدف نتاعنا في الحياه. جينيرالمون ديما نسمعوا اللي فما معناتها كشافين معناتها يقعدوا معناتها كما قلت انت معناتها حتى بتقدم العمر ديما يقعد مرتبط بالكشافه. وديما معناتها نلقاو في كل حي ولا في كل بلاصه فما قدماء للكشافه، ويظل الوعي هذا بدا يرجع بشويه بشويه انه اليوم العمل هذا
التطوعي والتحسيسي والعمل معناتها كما قلت انت في منظمات كما الكشافه التونسيه مهمه برشا حتى للصغيرات نتاع توا يظهر لي اكثر من قبل. اكيد على خاطر شو الصغير كي تربى على المبادئ هذه باذن الله ما عندوش معناها ما نخافوش عليه. احنا نقولوا الكشافه كي تربحوا كشافه يخسروا حشيك الارهاب يخسروا الفساد. على خاطر انت كي تربى على المبادئ هذه صعيب ياسر باش نحرف عليها، حتى لو كان مثلا ما يوصلش معانا اكيد معناها باش يكون اثر بعديك نهار اخر، باش يكون فاعل في المجتمع نتاعو، يكون معناها منفتح ما يكونش منغلق على نفسه. على خاطر يتربى فيها اي انسان كما يقول شاب على شيء فشاب علي معناها. وحتى الكبار معناها والله حتى الكبار كي ينضموا معنا يقول لك انا بدلت برشا حاجات في حياتي معناها، تعلمت برشا حاجات معناها. تلقى عبيد يقولوا انا كنت صغير نتمنى لو كان نكون كشاف، ولكن مثلا بابا ولا امي ما نجم معناها ما خلونيش، ولا قبل ما كانش عقليه كما تو معناها تتكلم مخرطين عمال يكثروا كل شيء. دونك تلقاه يمارس معانا في الحياه كشفيه وهو كبير في عمره. قلت لك والله ثم جدات معناها اجداد يجيو احفادهم باش يقيدوهم كي راهو عندنا الرابطه نتاع الرواد ولا حبيه اللي هي الرابطه معناها متميزه في الفوج نتاعنا ما شاء الله. ينخرطوا هما ويوليو حتى هما فاعلين، عندهم انشطه وحدهم معناها، عندهم رحلات والهدف نتاعهم انهم يساندوا الفوج ماديا ومعنويا، وهيك تكون عمل متكامل معناها. هو يجي فك نهار لحد الصباح يجيب ولده ولا بنته ولا حفيد ولا حفيدته يحطهم هم معنا احنا مع الانشطه مع الافراد وكل شيء، وهو معاهم يبدا عنده نشاط اخر، يبدا فرحان ومتحمس ويشجعنا. وهذا هو في نهايه المطاف. ثم حتى عندنا كشف العائلات اللي مهمه جدا، من عائلات كامله تخيم وحدها من الصغير للكبير عندهم انشطه في الكشافه التونسيه كيف كيف، هذه مهمه جدا. دخلت في الكشافه التونسيه وقضيت صدى كبير برشا، وهذا هو الهدف معنا ان العائله تكون كلها متماسكه وكلها متواجده من الصغير للكبير كلهم في الكشافه. باش ديما كي تلقى كي تعطي حاجه انت وبعدين تلقى الثمره نتاعها تبدا فرحان على الاخر. واحنا حين نتاعنا جديد وكل معناها تقريبا ما عندناش حتى مرافق وما عندناش حتى معناها امكن اماكن للترفيه والتكوين وكل شيء توا معناتها قاعده تلقاو معناها في الكشافه معناها فرص كبيره للحكايه اكيد سيرتو توا القاعده نادره معناتها كما تلاحظ معناتها اليوم المجتمع قاعد يتغير معناتها بصفه كبيره برشا. فما مشكله في التواصل حتى في العائله، فما مشكله زاده ومشاكل حتى للصغار وديما نسمعوا فيها سواء كانت نفسيه او في التواصل. اليوم معناتها صغير معناتها معرض لعديد الامراض سواء كانت مثلا من التليفون من التابلات وكل شيء معناتها اليوم كي يلقى روحه معناتها في انتوراج يبعدوا على هذاك الكل، ويلقى روحه في جانب توعوي، ويلقى روحه انه معناتها قدام مسؤوليه قدام اساليب تاع حياه معناتها كيف معناتها صغار كما الكبار حتى الكبار مسحقين كشافه معناتها. اي مهم جدا راهو. انا والله احنا ساعات يجونا صغار والله كما قلت انت يبداو بالتابلت بالتليفونات اصلا كي المرضى معناها دروغ ولا معناها بيه ما نجموش يقعدوا بيه. احنا كيف نمنعوا عليهم في المخيمات البورتابلوات والتواصل بهم وكل شيء ملو ونحلوهم لهم في اوقات معينه كيف مثلا عن انشطه نستعملوا فيها البورتابل وكل شيء، لكن نعلموهم باش يكونوا الفائده نتاعهم مش معناها الحاجات اللي باش معناها تضرهم وكل. ملو بصراحه نلقاو صعوبات ساعات حتى مع بعض الاطفال في التعامل الحكايه هذه، حتى الاولياء احيانا يرفضوا الحكايه هذه، لكن كيف يراو الاثر ويراو الاهميه هذه بالعكس يوليو يشجعونا وكل ويكونوا منخرطين معنا. وهذاك هو احنا كيف نمشيو معاهم مثلا نقول لهم ممنوع تسبورتاب ولا بورتابل كان تحب تتواصل هكا عنا وين رحنا معنا مع القاده في اوقات معينه، ولا تتصل باولياك في اوقات معينه، والا مثلا مش كما قلت نشاط من انشطه كما مثلا بحث جهوي ولا حاجه ولا لعبه سهل تكون عن طريق ابليكاسيون ولا حاجه، هما بيبداوا يكتشفوا البورتابلوات من ناحيه اخرى ويكون معناها حاجه اضافه ليهم هما. مش نهاركم مش ديال البورتابل الالعاب وكل كي يراو حياه الخلاء صدقني والله وكي تربيوا عليه يوليو ما عادش يحبوا يروحوا معناها، بالعكس يحبوا يقولوا وغلا شيء بدا المخيم يزيد يقعد وكل شيء. وكما قلت لك احنا كشافه تعلم خاصه من التطوع ليلى احمد رسول في كورونا تواجدنا نحن في الصفوف الاولى معناها، وقمنا نحن معناها برشا مبادرات مزيانه على الاخر، وفوجنا كيف كيف كان منخرط في الحياه هذه كل. وان شاء الله المسيره تتواصل ان شاء الله باذن الله. باهي خلينا نحكيو توا خلينا نكتب معك على التظاهره هذه شنو باش يكون فيها بالضبط وقتاش باش تكون؟
اي ان شاء الله هنهار لحد هذا نهار 28 اللي هو بعد غدوه في غدوه ان شاء الله سامحني غدوه في المركب الجامعي برج سدريه انطلاقا من الساعه 9 صباحا ان شاء الله. فيها تكون نبداو برفع العلم هذاك هو لازم هذاك كل في كل نشاط وعندنا مجموعه من الانشطه المتنوعه ورشات العاب رعات مدينه العلوم زاد باش تجينا ضيفه يعطيهم الصحه باش يبعثونا يعملونا بعض البرشات حتى هما منها القبه الفلكيه وعندنا الرواد زاد باش يقدموا نشاط خاص بهم منهم الاكلات الجهويه عندنا زاد في الاخر بكل لك باش نقوموا ببعض التكريمات للقاده والاصدقاء نتاعنا اللي كانوا طيله المده هذه سند لينا في المسيره نتاعنا فوجنا عمره 11 سنه ونص طويكة وان شاء الله من معناها نزيدوا نواصلوا اكثر في عدد الانخراطات وان شاء الله نواصلوا في الانشطه نتاعنا اللي ما تقفش واحنا والله يعني الفرصه هذه باش نستدعي الناس كليك اولاد الحي اللي ما عندهمش وين يحطوا اولادهم اللي يحبوهم يتعلموا حاجه مزيانه يجيبوهم لينا للفوج نتاعنا وان شاء الله باش نلقاو نتيجه باذن الله حلوه وهذا معناها قدرة ربي وعد معناها وهذا بالدليل معناها برشا اولياء يقولوا بالحق نلقى ولدي وبنتي بالحق تبدل من ناحيه ايجابيه وان شاء الله ربي يعيننا وهذا هو. يعطيك صحة بارك الله فيك قائدة نادرة صفر على كل هذه التفاصيل. راجعين معكم شوي آخر بعد الفاصل.